انا اللي واجهني اصحاب السوق السوداء شي ياخذ شي كيب 30 درهم شنو ناخذوه حنا 150 درهم بزاف اخويا حنا حب الوداد وخديناها 150 درهم باش نتفرجوا في هذا الفينار وان شاء الله نربحوا ب 3-0 وديما وداد وتنطلب من الجامعه المغربيه باش تلقى لينا شي حل اصحاب السوق السوداء راه بزاف 2017 دات الاهلي عانينا عاوشاني وهذا العام دات الترجي نعانيو بزاف علينا اخويا وديما وداد واخويا راه قال لك الاوراق كاينين في بنجلون مشينا بنجلون والو فمشيني الزحام وراك عارف شي دار ديال البشر وكذا داس الغد قال لك خميس حقا يتلاحونا في عبد الله جاب بنادم كل يوم منين جاي فهمتيني الله يحسن العوام بنادم دار الطريق كذا كيجي حتى هنا كيجيبوا لي حتى 12 لواحد اش يقول لك حقا ما بقاوش الاوراق ما كاينينش كذا داس داك الشيء كامل والحمد لله بنادم كامل مقطع وخلبي فهمتيني طلع لواحد الثمن اللي ما كيوصلش ليه كاع بنادم مقطع وباخر وكل شيء سيبورتي ورابحين ان شاء الله انا جيت مع الربعه الصباح دخلت مع الربعه جيت كيشي باغي نقطع حتى قال لك حقا مع الزحام وداك الشيء ايا قطعنا كيشي ب 200 درهم قطعنا هاي الشريفه انت كتشوفها ما زعما ما يستاهلش لا الشيء ديال الفينال واش شي بغينا حنا محبين للفرقه هادوك يديروا لنا شي اثمنه اخويا ما كايناش